مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من بوبوب نيوز. كنتلقاو بكم كل نهار من اثنين حتى الجمعة، كنتقسموا أخبار متنوعة، كنتكلموا على مواضيع مختلفة كلها كتهم في أغلب الوقت الثقافة والفن، دائما مع سميد غيلان اللي غادي يبدلنا بالكرة. يلا، والكرة هي ثقافة وفن وفن بجوج، هو ترتيب أقوى خمس منتخبات إفريقية في كرة القدم للسيدات. المنتخب النيجيري يحل في المرتبة الأولى والمرتبة 34 عالميا، يليه منتخب جنوب إفريقيا 52 عالميا، المغرب في المرتبة 60، وهي قفزة كبيرة للمنتخب الوطني المغربي بعد وصوله لنهاية كأس إفريقيا والدور الثاني من كأس العالم للسيدات. غانا في المرتبة 61 والكاميرون في المرتبة 68، هادشي كامل لأنه قريبا ستنطلق الكأس الإفريقية للسيدات. كنتمنى واحد موفق للمنتخب الوطني. نشوفوا أخبار واحدة أخرى. أسابيع قليلة من إطلاق كليب كذابين على اليوتيوب والمنصات الرقمية، أعلنت الفنانة إيمان شميتي عن إطلاق كليب جديد، وشاركت إيمان مع متابعين يفتتح كورال السويرة موغادور موسم الفني الحفل يحتفي بالعصر الذهبي للموسيقى المغربية في 4 فبراير المقبل في دار السويري. الكورال اللي كيتألف من 40 عضو من مختلف الأجيال واللي كيقودوا الفنان صفوان مقدم، سيقدم برنامج لتكريم عدد من رواد الأغنية المغربية كعبد الوهاب التالي، عبد الهادي بالخياط، محمد الحياني، إسماعيل أحمد وإبراهيم العلمي. يعود الفنان المغربي أحمد شوقي للساحة الفنية بعمل غنائي جديد من المرتقب طرحه في الأيام القليلة المقبلة، وتعامل شوقي في هذا العمل مع نبيل الحوري في الكلمات والألحان، أما التوزيع الموسيقي فعاد الحمزة الغازي والميكس لراكا. من بعد زابين دائما كنقترحوا عليكم روبورتاج، وروبورتاج اليوم غادي ياخذنا لعالم الفنانه التشكيليه العصاميه حفيده زيزي. طبعا لقاء محور حول بدايه الفنيه وكذلك انتقالها من الرسم على الزرابي الى الرسم على اللوحات وعن سبب اختيار هذه الالوان، وتحدثنا كذلك على المعرض القديم ديالها اللي غيكون في العاصمه الاسبانيه مدريد. نشوفوا الروبورتاج. معكم حفيدة زيزي، فنانة تشكيلية عصامية على بوب أب. البداية ديالي تقريبا بداو بشي 20 سنة هذه، باش بديت الرسم فاش كانت في عمري 28 سنة. كانت توفات الوالدة في 27 سنة، جاتني حالة اكتئاب شوية صعيبة، بالخصوص أنني كنت كنتقاسم مع أوقات على إعداد النسيج. بحال قلت ما بقيتش قادرة ندير النسيج بدون الأم ديالي، فكرت أنني نسجل دوك الأجواء اللي كنت كنعيش مع الوالدة ديالتي فاش كنت صغيرة على اللوحات. أنا غالبا اللوحات ديالي كنخدم على الثقافة ديال المرأة الأمازيغية، وغالبا ما كنسترجع داك الشيء من الطفولة ديالتي، يعني دوك الجلسات اللي كنا كنديرو فاش كنا صغار مع الأمهات ديالنا، مع جداواتنا، خالاتنا، الجارات، ودوك الجلسات كنحاول نجسدهم في اللوحات ديالي. الألوان خديتهم من الزربية، يعني الزربية الأطلسية باش معروفة، يعني معروفة بالألوان الساطعة، الأحمر، الأصفر، الأزرق. بحال اللي قلتي خديت دوك الألوان وجسدتهم في اللوحات ديالي، والألوان كيعبروا على الحياة، على الفرحة، على شي حوايج زوينين. من بين الصعوبات اللي لقيت، أنا أم لثلاث أطفال، يعني كيفاش نقدر نسير وننظم الوقت أنني نربي وليداتي ونعطيهم، وأنني نثبت راسي كفنانة تشكيلية في الساحة الوطنية. هذا هو من بين التحديات. والتحدي الآخر، يعني بحال اللي قلتي، أنا أول مرة غادي نرسم نوع من التفريغ ونفس على خاطري، ولكن لقيت راسي وسط الصحة الفنية، يعني خصني نثبت القدرات ديالي، نثبت الخطوات ديالي، نتعرف على الساحة الوطنية، نقرا شوية، تكون عندي شوية ثقافة. يعني كانوا تحديات، ولكن الحمد لله قدرت أنني نتجاوزهم. المعرض ديال اللي درت في المتحف المرأة، اللي هو واحد المتحف كيتواجد في مدينة مراكش، في المدينة القديمة، اللي هو كيسلط الضوء على النساء المكافحات القياديات اللي كاينين بالمغرب، كذلك يحتوي على واحد العرض ديال واحد القاعة ديال العرض للأعمال الفنية التشكيلية للفنانات المغربيات. دروك ولقى نجاح الحمد لله، ولقى إقبال، والحمد لله كانت تجربة زوينة بزاف. وحاليا دروك كنوجد لواحد المعرض في إسبانيا بالتنسيق مع حسن العكير، المدير ديال الكرسي الدولي للثقافة الأمازيغية في إسبانيا إن شاء الله.
تكلمنا في بداية الحلقة على أقوى خمس منتخبات إفريقية نسوية. للتذكير فقط، فأقوى منتخب نسوي عالمي هو المنتخب الإسباني، واللي فاز بكأس العالم مع المدرب خورخي فيلدا رودريغيز اللي هو حاليا المدرب ديال الفريق النسوي المغربي. فأملنا كبير إن شاء الله يحققوا نتيجة إيجابية، خصوصا أنهم انهزموا في كأس إفريقيا الأخيرة ضد فريق الجنوب إفريقي في المباراة النهائية، كانت مباراة زوينة بزاف. يلا نمشيو معنا، فين نمشيو؟ غنقول لكم سلامة، نتمنى أنكم تكونوا خديتوا وقيتة زوينة معنا. يقول لكم تعاودوا تشوفوا حلقات سابقة عبر موقع قناة ثانية دوزيم مايما ولا لابليكاسيون ماي دوزيم. السلام عليكم.